أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. يعاني اليمن من أزمة متفاقمة تتمثل في تضاؤل قدرة اليمنيين على التحكم في مصيرهم لصالح قوى دولية وإقليمية أخرى. تتجلى هذه الأزمة في التدخلات الخارجية المتزايدة في الشأن اليمني، سواء من خلال الدعم العسكري أو السياسي أو الاقتصادي لأطراف الصراع المختلفة، أو من خلال فرض أجندات خارجية على اليمنيين. كما يعاني اليمن من انقسام السلطة بين أطراف متصارعة، ما يضعف قدرة أي طرف على اتخاذ قرارات مستقلة تخدم مصالح اليمنيين، ويجعله عرضة للضغوط والتأثيرات الخارجية، خاصة مع تزايد الحاجة إلى المساعدات وتدهور أوضاعه الاقتصادية. جذور هذه الأزمة ترجع إلى عوامل متعددة، منها الحروب والصراعات المتواصلة التي أضعفت الدولة ومؤسساتها، والإرث التاريخي من التخلف والعزلة الذي جعل اليمن أقل قدرة على مواجهة التحديات المعاصرة والتأثيرات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية المتصارعة على النفوذ، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويصعب من إيجاد حلول لها. نناقش في هذه الحلقة تناقص قدرة اليمنيين على التحكم بقرارهم الداخلي، وكيف أدى إلى استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد حتى باتوا يكابدون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وماذا في أيدينا لحل هذه الأزمة المعقدة والخطيرة بشكل شامل وجذري؟ هل يمكن للدور الأممي أن يساعد اليمنيين على استعادة قرارهم، أم أنه ليس سوى وهم لا يجب الاعتماد عليه؟ قبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة، في البداية نتابع هذا التقرير ونعود. قدرة اليمنيين على التحكم بمصيرهم والتأثير في شؤون بلادهم تتضاءل بشكل كبير، تاركة فراغاً تملأه التدخلات الخارجية والصراعة الداخلية، وتتجلى هذه الأزمة الوطنية المتجدرة في عدة مظاهر، أبرزها الحرب الأهلية التي سلبتهم السيطرة على مسار الأحداث في بلادهم، حيث القرارات المصيرية تتخذ في غرف مغلقة خارج الحدود، والصراع يدور رحاه على حساب أرواحهم ومستقبلهم. أصبح اليمن ساحة للتنافس والصراع بين القوى الإقليمية والدولية، كل منها يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة على حساب اليمنيين، مما يقوض سيادة اليمن ويحد من قدرة أبنائه على تقرير مصيرهم. وأدت الحروب والانقسامات السياسية إلى تآكل المؤسسات الحكومية، مما جعلها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين أو حماية حقوقهم، وهذا الضعف يزيد من اعتمادهم على القوى الخارجية ويحد من قدرتهم على التأثير في الشأن العام، ويكابد اليمنيون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعاني الملايين من الجوع والمرض والتشرد. هذه الأزمة تجعل من الصعب عليهم التركيز على القضايا السياسية والمشاركة في صنع القرار. بحسب خبراء، فإن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل لها جذور تاريخية عميقة، من أبرزها الإرث الإمامي الذي عزل اليمنيين عن العالم في وقت تشكلت فيه خارطة النظام الدولي سياسياً واقتصادياً، الأمر الذي أثر على تطور المؤسسات السياسية والاجتماعية، إضافة لما تلا ذلك من سلسلة الانقلابات والحروب الأهلية التي شهدها البلد منذ ثورته على النظام الإمامي في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات وتقويض الاستقرار. لتضاؤل قدرة اليمنيين على التحكم بمصيرهم تداعيات خطيرة، أبرزها استمرار الحرب والمعاناة الإنسانية بسبب العجز عن اتخاذ القرارات بناء على المصلحة الوطنية. وطالما ظلت التدخلات الخارجية فاعلة ومؤثرة، فإن اليمن سيبقى لأمد طويل ضحية الأطماع غير المشروعة وميدانا للحروب بالوكالة بين المتنافسين. إذا مشاهدينا، هذه الحلقة محاولة لاستعراض التاريخ لمحاولة قراءة الواقع. نستضيف معنا في هذه الحلقة رئيس مؤسسة جذور للفكر والثقافة عمار التام، والناشط السياسي أحمد شوقي. أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين. أبدأ معك أولا سيد عمار، ونتساءل عن النظام الذي كان يفرضه حكم الأئمة على اليمن من خلال العزلة، كيف أثر ذلك على نشاط اليمن في محيطه الإقليمي واندماجه فيه؟ تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الأعزاء. أولا أخي الكريم، قال مالك بن نبي أننا قضينا على الاستعمار، لكن بقت سقافة الاستعمار، وهذا ما نعانيه في اليمن.
الموروث الإمامي الذي يعني كما تفضلتم بالتقريب يعني أسهم في إخراج اليمن عن سياق الحضارة الإنسانية وعن مواكبة التطور في المحيط، هو ذاته الذي لا زالت أفكاره وتنتج سلوكيات مضطربة داخل المكون اليمني. يعني يمكن لليمن أن تجتمع على كلمة أو تتوحد في ظل وجود المعضى الكهنوتي السلالي في اليمن. فهو يمارس على السلوك الجمعي اليمني أنه يعني عامل تشتيت، عامل تنزيق، عامل خلط أولويات يعني وترتيب أولويات لدى المجتمع. ومن ثم فإن المواجهة المركزة على هذا المشروع يجب أن تكون نظيفة وخالية من كل شوائب الموروث الكهنوت السلالي. نعم. طيب نتحدث أيضا عن استمرارية الحرب والصراع في اليمن وقدرة اليمنيين على تقرير مصيرهم. هنا أسأل ضيفي السيد أحمد شوقي، ما رأيك سيد أحمد، هل هناك علاقة وطيدة بين عملية استمرار بين استمرارية الحرب في اليمن وبين تقرير اليمن لمصيرهم؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا سيد أحمد شوقي. أعود مرة أخرى إلى سيد عمار ونواصل قراءة التاريخ ونتساءل عن أبرز التدخلات الخارجية في الشأن اليمني على الأقل خلال القرنين الماضيين. يا أستاذ، عندما تضعف جهاز المناعة في الجسد فإنها تستدعي كل الأمراض التي من خارج الجسد، يعني يبقى الجسد لا يستطيع على المقاومة أو الدفاع، محصن ومعرض لأي عدوى، لأي فيروس، لأي طفيليات، كلها تؤثر فيه. حتى هبات الهواء في ظل يعني سقوط جهاز يعني المناعي داخل الجسد تصبح ضعيفة. اليمن موقعها الجغرافي، عمقها الحضاري، يعني ما لديها من تنوع ثقافي وموروث يعني حضاري، وما لديها من موارد اقتصادية متعددة، لا شك أنها تثير أطماع كثير من اللاعبين الإقليميين والدوليين. لكن تظل الإمامة ويظل الكهنوت الإمامي هو يعني حجر الصراع والسبب الرئيسي الذي يوصل اليمن إلى هذه الحالة، ولن تتعافى إلا حين تتعافى منه. طيب هذه التدخلات الخارجية هل ساهمت في تشكيل المشهد السياسي اليوم؟ نعم تساهم بقوة، يعني لدينا الآن كتل، كل كتلة تتبع عاصمة من العواصم، وهناك أزمة كبيرة في موضوع القرار السياسي، أزمة موجودة لا يمكنها أحد، يعني هناك تعارض وتضاد في موضوع الأجندات. لكن مدى قدرة الشعب اليمني على مواجهة هذه الأجندات وتوحيد المسار وضبط البوصلة، هذا هو التحدي الكبير، وهذا يأتي من خلال المواجهة الصحيحة للمشروع الأساسي المتسبب في هذا الاضطراب وفي هذا التنازع وفي هذا الوضع السيء. نعم، يبدو أن السيد أحمد شوقي قد عاد إلينا مجددا. سيد أحمد، ويبدو أننا نعود إلى الحاضر اليوم ونتساءل عن هل هناك علاقة وطيدة بين استمرارية الحرب بين الأطراف اليمنية وبين عدم قدرة اليمنيين على تقرير مصيرهم؟ تحياتي للمشاهدين الكرام. الحركة الحالية التي تعيشها مستمرة لأنه لم تحسم بصورة نهائية لصالح الجمهور. إذا حسمت أو أمامي فسوف تظل. سيد أحمد، هناك مشكلة في الصوت، وبالتالي هناك تقطعات في الصوت، إذا أمكنك الذهاب إلى مكان تكون فيها تغطية بشكل أفضل. نعم إذن إلى حين حل هذه المشكلة أعود مرة أخرى إلى سيد عمار. سيد عمار، أيضا نعود إلى التاريخ، هل هناك فترات زمنية معينة في التاريخ اليمني تمتع فيها الحكم باليمن باستقلالية تامة وبقدرته على الحفاظ على سيادته؟ بعد 26 سبتمبر وبعد الوحدة المجيدة كان هناك صراع قطبي في الحرب الباردة
بين المحور الشرقي والمحور الغربي، بين المحور الرأسمالي والمحور الشيوعي الماركسي. يعني رغم الصراع الذي كان موجود، إلا أن اليمن استطاعت أن تعبر يعني هذا الصراع. وهناك يعني عدة عوامل، سواء توافق جمعي شعبي أو توافق نخبوي، دول الجوار اكتسمت إلى يعني على المعسكرين، على المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. ومع ذلك استطاع اليمنيون أن يعبروا، أن يحافظوا على شيء، وأن يحافظوا على شكل الدولة، وأن يعبروا إلى نهضة يعني نسبية، إلى استقرار نسبي. إلى لكن الجذور دائما تعيدنا إلى ماذا ينتج الصراع. يعني العدو الخارجي لا يمكن أن يتحرك إلا في إطار معطيات داخلية واستعداد قابلية الناس أن يكونوا مرتهنين، وهي ما ذكرها مالك بن نبي أنها القابلية للاستعمار، ثقافة الاستعمار، ثقافة يعني الارتهان للخارج والعمل مع الخارج والعمل للخارج. هذه هي الكارثة الموجودة في اليمن، وهي يعني التي تتكرر في كل مرحلة من المراحل. نعم. طيب عندما تحدث أيضا عن الماضي وعن كما قلت ضعف اليمنيين جعلهم مرتهنين في بعض الفترات الزمنية إلى المستعمر الخارجي، هنا مسألة الانقلابات والصراعات والحروب المستمرة على تاريخ في التاريخ اليمني المعاصر وأيضا القديم، كيف ساهم ذلك في ضعف الدولة اليمنية ومركزها، وساهم في إتاحة المجال للقوى الخارجية للتدخل؟ الحلقات المفرغة في الانتماء الوطني وفي الاعتزاز بالقيمة الوطنية التي على أساسها تقوم الدولة هي أوجدت فراغات وثغرات، يعني هي اليوم تحولت إلى مسارات. يعني هذه المسارات أنتجت هذا الصراع القائم، ولذلك يبدأ الخلل من ضعف الانتماء وضعف التمسك بالهوية الوطنية والارتباط، ارتباط هذه الهوية بالدولة وبنائها وتركيبة الدولة التي تشمل المجتمع وتشمل النظام وتشمل يعني القيادة وتشمل الرؤية، الدولة التي يحس الجميع أنهم فيها. يعني ما عشناه في اليمن أننا لا نفرق بين السلطة كتنافس مشروع فيها وبين الدولة كضرورة وجود وحفاظ عليها. فكنا ندخل في المعترفات السياسية مثلا قبل أحداث 2011 وقبل مجيء الحوثي، يتحول الصراع على السلطة إلى تدمير الدولة ذاتها، سواء من قبل السلطة أو من قبل المعارضة. يعني لا نفرق بين الصراع على السلطة وبين الحفاظ على بقاء الدولة واستمرار الدولة وفرض هيبتها. فكانت تدخل معطيات العبث، يعني والشواهد كثيرة. يعني عندما تتمالأ وتتعاطى مع الحوثي في يعني في في مؤتمر الحوار الوطني وهو يقاتلك على الأطراف ويقضم المحافظات والمديريات ويقضم الجغرافيا، وتتعامل معه كمكون مدني وهو يحمل السلاح على المعسكرات على مؤسسات الدولة على المجتمع ويمارس الإرهاب، ثم تعتذر له، تقدم له الاعتذار في مقابل أنك يعني تريد أن تعترف بالوهم. وما سبقه وما قبل ما عشناه من 2004 وما قبل 2004 ونتائج حرب 94 التي كانت حرب الضرورة فرضتها، يعني التمرد الذي قام على الدولة، لكن نتائجها لم تكن نتائج عقل دولة. وصلنا إلى هذا الصراع الموجود، اكتسبنا على المعسكرات وعلى العواصم الإقليمية والدولية. نعم. وعلى اللاعبين الدوليين والإقليميين في صورة مزرية. نعم. كل يوم ننحت يعني من طيب من يبدو إمكانية الحل. نعم سارة، إن كان بإمكاني العودة مرة أخرى إليك، لكن أريد أن أتأكد بداية، هل السيد أحمد معنا الآن؟ سيد أحمد هل تسمعني؟ تفضل. نعم، نتساءل عن التدخلات الخارجية التي تجري في شؤون اليمنيين وعدم قدرتهم على تقرير مصيرهم. كان سيد عمار يتحدث على السياق التاريخي، نريد أن نتحدث عن الحاضر، عن ما هي أبرز التدخلات الخارجية الحاصلة اليوم وكيف ساهمت في تغيير المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن؟ نعم، في الوقت الحاضر طبعا نقول نحن الآن منذ 2011 وحتى الآن هناك تدخل من عدة أطراف دول، طبعا الدول الإقليم
وكذلك طبعا الرباعية الدولية ودول إيران طبعا بتدخل قديم ربما يعود إلى التسعينات وبداية الألفينات وحتى اليوم. الواضح أنه التدخل على يعني إنعاش المساحة لها في مناطق الحضر الشمس يعني مونها بالأفكار بالخبرات بالتدريب بالسلاح بالإمكانيات التي ساعدتها على الانقضاض على الجمهورية. ولازم نأخذ في الاعتبار تسميتي جيهان واحد وجيهان اثنين التي تم اكتشافهما قبل انقلاب الحوثي يعني. وهذا التدخل هو تدخل الأخطر الذي مع الأسف الشديد الآن يؤدي إلى تغيير يعني ديني وتغيير طائفي وتغيير ثقافي وتغيير تعليمي وتغيير قيمي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بكوارث كبيرة جدا وبحرب أهلية عمرها عشر. التدخل الآخر أيضا هو تدخل الدول الأجنبية ومع حل التدخل كان في يعني خلال وما بعده التدخل كان يفترض أن يتم على أساس إحداث انتقال سياسي مع عدم إغفال لهذه الدول. نعم أعتذر منك سيد أحمد، ما زالت المشكلة تتكرر. شكرا جزيلا لك إذا الناشط السياسي أحمد شوقي. أعود إليك في سؤال ختامي سيد عمار، وهو تساؤل الذي يمكن أن ننهي به هذه الحلقة. إذا كانت الدول الخارجية والإقليمية تتدخل في الشأن اليمني وتقرر مصير اليمنيين، ما الممكن عمله من أجل أن يعود اليمنيون مرة أخرى إلى دائرة صنع القرار ويقرروا مصيرهم بأنفسهم؟ أن يكون لهم مشروع واضح ويفرضوا يعني أجندتهم على دائرة المصالح المتبادلة، لأنه اليوم لم تستطيع أن تتجاوز يعني أن تصنع ماذا تريد. المشكلة أنك مثلا عندما قام التحالف في 2015 بيننا في يعني عاصفة الحزم وقعنا على ورقة بيضاء، هذه الورقة ما احنا اشترينا اين رايحين ولا ماذا نريد ولا الى اين نذهب ولا ماذا نريد ان نحقق. المهم عنوان فضفاض استعادة الشرعية وكفى. ولذلك اليمنيون ماذا يريدون وما هو مشروعهم وما واين يريدون ان يصلوا؟ بعد ذلك الدول لا يوجد دولة تتدخل في شأن الا ولها مصلحة على قاعدة المصالح وهندسة المصالح المشتركة بين الجميع، ستحدد هذه الامور وتكون هناك الاوزان الترجيحيه في موضوع العلاقه اين تكون. لكن هناك دوافع للعلاقات الموجوده اما بدوافع ارتهان او بدوافع ايديولوجيه معينه او بدوافع انتقاميه او بدوافع تاريخيه، هذه كلها لا تبني بلاد ولا تخرج الناس من هذا الوضع الكائن الذي يندى له الجبين. اذا شكرا جزيلا لك ضيفي عبر الهاتف رئيس مؤسسه جذور للفكر والثقافه عمار التام. مشاهدين الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.